السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن ساعة ابل والتسريبات اللي طلعت لها. شو اللي تتمنى فيها في ساعة ابل الجيل الخامس؟ وش اللي نتمنى راح تنزل فيها؟ وش الاشياء اللي متوقعين انها تنزل؟ فخلونا نبدا. حط التسريب. التسريبات اللي طلعت ان ابل في الجيل الخامس راح ترجع السيراميك. السيراميك كانت في الجيل الرابع موجوده، الحين ابل راح ترجعها في الجيل الخامس. والاي سي جي اللي هو تخطيط القلب راح تنزل حق دول زياده. طبعا تخطيط القلب حق دول زياده اتوقع في الجيل الخامس راح يكون تسريبات عاديه يعني، او انه والله حتى في الساعه القديمه، لكن اشاعات قوية في الجيل الجديد راح تنزلها في الدول زياده. ما ادري، توقعت ان هذا الشيء عادي ابل تنزله حتى في الساعه القديمه، لكن كاتبين هذا في التسريبات. وبرضه انه بيحطون برنامج سليب تراكنج، اتوقع ان ذي برضه ليش يحطونه في الخامس، ليش ما يحطونها في الرابع عادي يعني، ليش يحطونها في الخامس؟ وهي ذي برنامج ينزل في الجوال، وبرضه برامج موجوده الحين تقدر تحطها لك في الساعه وتشوف النوم حقك والاشياء ذي كلها. لكن ابل بتخليها يمكن بلت ان في الساعه، ممكن تحط قطعه برضه داخليه في الساعه تساعد لحق ذا الشيء، ما ادري. هذه كلها تسريبات. الحين راح اتكلم عن الاشياء اللي نتمناها تنزل في الساعه. البدايه اتمنى ابل ترجع نسخه سبورت. الجيل الاول كان فيه سبورت، كانت رخيصه، في اديشن اللي هي الجولد وهالشيء ذي كلها. تقريبا الجولد كنسلت وما اتمنى ترجعها مره ثانيه. الاديشن ممكن ترجعها، لان اتوقع في اشخاص يحبون الشكل، يحبون انه اوكي احنا ساعتنا افضل من ساعتك، الديزاين حقها نفسه بس انه اغلى، بس انتينهم نفس الميزات. لكن بعض الناس يبون ذا الشيء، اتوقع ابل لو ترجعها في فئه من الناس يحبون يعني الجولد اديشن والاشياء ذي كلها. اتمنى ترجع الاديشن اللي هو السيراميك، لان في شائعه قالت انه بيرجعون السيراميك. السيراميك اتوقع يرجعونها، لان ابل الان عندها اثنتين، ستاينلس ستيل والالومنيوم. الالومنيوم اللي موجوده اخف بكثير من ستاينلس ستيل. ستاينلس ستيل شوي اثقل، برضه هي تعتبر اغلى، فانا ماخذ الالومنيوم العاديه، هي كلها بس ماتيريال، اما الميزات الداخليه كلها نفس الشيء. فلو ترجع السبورت اتوقع بتكون قيمه اقل افضل، بما ان برضه في نايكي عارف، بس انها فئه السبورت حقتها هي كنسلتها. ليش؟ لان حطتها مع نايكي، ونايكي الحين قيمه العاديه نفس اللي موجوده الحين. فما ادري هل ابل ترجع السبورت خاصه فيها بالحالها، لكن رجع السبورت خاصه فيها راح تكنسل العلاقه مع نايكي، لان ليش تنزل نايكي؟ فما ادري يعني، لازم يشوفون حل، لان السبورت اتوقع انها بتكون سعر ارخص. نزليها بال 300، ليش بال 400 وطالع؟ يعني لو بال 300 وسبورت والثانيه تعدل نسامي يعني كذا بتكون افضل. بس برضه في شيء قوي انه لو يحطون فيها مثلا المايكروليد راح تكون افضل. وبرضه اذا حطوا المايكروليد يمكن يحطون مثلا لوزن ديسبلاي، اتوقع ناس كثير يتمنون ذا الشيء انه يحطون لوزن ديسبلاي، انه يكون الساعه حقتك على طول شغاله على الوقت. انا بالنسبه لي ما ابي ذي الميزه، لان ليش اخلي الوقت شغال على طول؟ يعني كنا ساعه عاديه الحين كذا، ليش شغاله الساعه حقتي؟ من ذا بوريه عشان الوقت يشوفه. اذا كنت ابي اشوف الوقت برفع الساعه خلاص تشتغل وتلقائي، يعني فيها تراك انك بس ترفعها تدري انك بتطلع في الوقت تشتغل على طول. يحطون ذي الميزه، بس يحطونها في خيار تطفي وتشغله، لان حتى لو ان اولوز ان سبلاي يقول لك ما راح تستهلك باتري، لكن تستهلك باتري حتى لو انه 1% او 2%، طبعا اكثر من ذا الشيء الحقيقي، يعني يمكن 5% او 10% من الباتري الجوال كله، لان الساعه على طول بيكون الوقت شغال فيها او بتكون طلع الوقت على طول. فليش تبونها؟ ناس كثير اشوفه في الانترنت يقول نبي الاولوز ديسبلاي نفس ساعات الاندرويد، ما اشوف انه في ذي الميزه يعني. اوكي ارفعها تشتغل، ليش؟ برضه الشعر القوي ان الباتري يكبرونها. اوكي الباتري يكبرونها عادي، بس انا ما بهمي الباتري، لان الساعة عندي الحين الجيل الرابع اللي عندي بالراحة تتم عندي يومين. أنا اليوم توني شحنها، عارف إن الأندرويد توصل 10 أيام، في بعض الساعات توصل 6 جابدة، بعض الساعات توصل 5 أيام، 15 يوم، 20 يوم، ما لي شغل فيها. ما ندري إذا الساعة عندي تكفيني يوم كامل بالنسبة لي كويس، وساعة أبل تكفيني يومين برضه، أفضل وأفضل. طبعا في الأندرويد ما فيها ذيك التقنية اللي موجودة في ساعة أبل، فهذا اللي يخليه يعني قياس دقات القلب والتراكنج حقها بنفس أجهزة الأندرويد. التراكنج حق أبل أفضل بكثير من الأندرويد، في دراسات كثيرة بتقول ذا الشيء. فيها برضه إي سي جي اللي تكلمنا عنه قبل شوي، ففيها تقنيات كثيرة والمعالج حقها والأشياء ذي كلها، وفيها سيري يعني حتى الأندرويد فيها أشياء ذي كلها. بس إنه يعني افضل ساعه في العالم الى الان سمارت ابل، حتى لو تبحث عنها وتشوف ان الرقم الاول في المبيعات ساعه ابل. ساعه الاندرويد اصلا ما بديك الساعات اللي طالعه. وبرضه التسريب الاخير واللي اتمنى ينزل في ساعه ابل الجديده، اتمنى بكثير ان ابل تشوف لها حل في الكويل اللي في الساعه. تكلم في التسريبات ان ابل متوهقه اصلا في ساعه ابل، بس اتوقع هذا الشيء الوحيد اللي خلتها ما نزلت الاير باور. فاذا عدلت الكويل هنا في ساعه ابل وتخليه تقدر تشحن على اي شاحن وايرلس كذا، حلت حتى الاير باور. فكرت ان نشتري شاحن حق ساعه ابل خاص فيها. وبس هذا التسريبات حق ساعة أبل الجيل الخامس، راح تنزل تقريبا في سبتمبر أو أكتوبر، يعني بعد عيد الحج بشهر أو بشهرين. وبس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وأسف على مسكة الجهاز لأن المايك مثل ما قلت لكم طالع من. والسلام عليكم.